مساكم الله بالخير اخوانا واخواتنا في هذا اليوم الحلو يوم الخميس. نبدا الاجابه ان شاء الله على اسئلتكم اللطيفه. القران مطلوب منا ان احنا نتعلمه ونتعلم تعاليمه واوامره ونواهيه ونلتزم فيها، فهو حجه لنا او علينا سواء حفظناه او ما حفظناه، احنا مسلمين ونعرف القران ومطلوب مننا نتعلمه. الحفظ عباده مستقله، اذا حفظت لي اجر، ما حفظت ما علي اثم ان شاء الله، بس هذه الفضيله انا ما اتركها، لما أخلصها سواء حفظته أو ما حفظته تبقى مسألة العمل والتطبيق مأمور فيها أنا سواء حفظته أو ما حفظته. فلا نربط بين أني أخاف أحفظه يصير حجة عليه. طيب حتى لو ما حفظته أنت تعرفين أن هذا واجب بالقرآن، حجة عليك نفس الشيء. فلا تفكر الحين بالحفظ أحفظه ولا ما أحفظ، لا حفظي هذه بركة. الآن اجتهدي في أني مسألة أطبق القرآن وأعمل بما فيه، هذا المطلوب مني وإحنا مسلمين، هذا اللي مطلوب منا كلنا. أخطأنا نتوب ونجتهد في تطبيق القرآن الكريم. افهموني زين واسمعوا الكلام للآخر. الأغاني تعتبر غذاء للروح لكنها غذاء فاسد، مثل بعض الأكلات اللذيذة لكنها مضرة للجسم أو حتى سامة، تستمتع فيها وقت ما تاكلها لكنها تهد الجسم هد. الأغاني نفس الشيء، اللي يستمتع فيها مو الجسم، الروح. تستمتع وقت ما تسمعها وتنتشي وتعلي ومزاج، لكنها تهد القلب والروح وتطفي نفسك. طيب احنا بنتخلص منها، ما يصير الروح تظل بدون غذاء، مثل ما الجسم لازم يأكل، فلازم تعطيها غذاء مفيد اللي هو القرآن والذكر ومجالس العلم والكلام المفيد، لازم تغذي الروح. هذه الفكرة. فلما احنا نبي نترك الأغاني نستبدلها بشيء يملي الروح ويعبيها، ما راح نقدر نخلي الروح كذي فارغة. فعشان لا تروح حق هذا الأكل الفاسد، نعطيها الأكل المفيد أو الغذاء المفيد، تسعد وترتقي وتسمع عند الله سبحانه وتعالى وتصلح قلوبنا. إن شاء الله وصلت الفكرة. الإفرازات الطبيعية والرطوبة هذه ما تنقض الوضوء، ما تأثر إن شاء الله، فصلي ولا تتأخر بصلاتك. هذا اللي حدده أنت صاحب الحاجة. إذا أنت حسيت خلاص طاب خاطرك ما بيها، ما نكمل بدل السبب ولا بس عالها، انتهى الموضوع خلاص طلعت من بالي، لكن لا والله محتاجها، بتظل تكمل طول عمرك. فما في قياس متى أوقف. أنت إذا تقصد والله متى أوقف عشان أعرف أنها ما هي خيرة، ما حد يعرف ان هل هي خيره او لا. يمكن تكون خيره نتيك الحين، يمكن تكون خيره نتيك بعدين متاخر، او يمكن تكون خيره انها ما تيك كلش. انت تعرف ولا انا اعرف؟ لا، ما حد يعرف. فانت اذا تبي شيء اسعى له، خلاص ما بي وقف، ارجعوا لكتابي نوايا، في موضوع خاص نوايا الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت فضائل وفوائد الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، ممكن ترجعوا لها كثيره جدا. مبروك معاكم وتربى بعزكم ان شاء الله. ما له علاقة أني أسمي ولدي باسم أبوي، وإذا ما سميتها يعني أنا ما أحب، لا لا لا، علامات حب الوالد وبر الوالد ما توقف على موضوع تسمية الولد باسمه، يعني أشياء وايد يسويها الإنسان بر بوالده سواء حي أو ميت، فلا نربط الموضوع تسمية الولد فيه ولا داعي للشعور للذنب، إن شاء الله ما كل العافية. بالعكس أنت من المجاهدين، هذا الأمر يحتاج جهاد، مسألة تحصيل الخشوع في الصلاة مو شيء سهل. فإذا أنت قاعد تعاهد الله سبحانه وتعالى وقاعد تبذل السبب وتخشع في كم صلاة وترد تسهى مرة ثانية وترد مرة ثانية ترجع، هذا شيء حلو، شيء طيب. لا تتوقع أن كل صلواتك راح تكون على مستوى واحد من الخشوع، صعب جدا، لكن يكفيك أنك أنت قاعد تجاهد، وهذا يعني خير قاعد تسويه، فلا تتركه، استمر في جهادك واستعين بالله سبحانه وتعالى، وراح يعينك الله وتخشع في أغلب صلواتك إن شاء الله. أهم شيء أن ما يطلع وقت الصلاة، يعني عندك محاضرات الظهر مثلا، إذا كان وقت المحاضرات يستغرق وقت الظهر كله، يعني من أذان الظهر لأذان العصر ما في مجال، لهني لازم أروح أصلي، أخطف لي أي 5 دقائق لو أتأخر عن المحاضرة الصلاة أو لا. أما إذا كانت المحاضرة تبدي مثلا مع أذان الظهر، فأنا أصلي الظهر ساعة 2 أو 2:30 قبل العصر بربع ساعة أو نص ساعة أو أيا كان، ما في مشكلة طالما في وقت الصلاة، ما في مشكلة. لكن لا يكون أنه يطلع وقت الصلاة ويأذن الفرض الثاني وأنا الحين ما صليت، هني لا، ممنوع، لابد أني أصلي، والصلاة أولى من المحاضرات. بشكل عام المسلم حسن الظن بالله، هذا الأصل في المسلم أنه يحسن الظن بالله. بعض الأشياء تي تعتبر طوارئ وساوس من الشيطان، يعني أشياء عرضية، أفكار شيطانية تيلة علينا يدافعها ويبتعد عنها ويلغيها ويفكر بغيرها، لا يشغل باله فيها، ويجدد ظننا بالله سبحانه وتعالى بمعرفة الله سبحانه وتعالى وقدرته، دائما نحن نقول دراسة أسماء الله وصفاته. هذا العرض يكون قبل اتفاق، يعني يقول لك إن إذا تشتريها الحين كاش 50، إذا تبيها أقساط 60، أي واحد تختار؟ والله اختار هذا، خلاص نرسي على هذا، نلغي ذاك، هذا ما في مشكله، هذا ما في مشكله ان شاء الله. هذا المعمول فيه في اغلب يعني البنوك الاسلاميه في بيع المرابحه والكلام هذا. اي نعم، ما في مشكله. العذر الشرعي هو يمنع مس المصحف فقط، ما يمنع من قراءه القران، يعني مره في وقت العذر الشرعي تقدر تقرا قران سواء من حفظها من الجهاز التليفون، ما في مشكله ان شاء الله.
لكنها ما تمس المصحف فقط. هذه من الأشياء الخاصة في الإنسان وحياته الشخصية، اللي هو مجال دراسته، وظيفته، اختيار الزواج. هذه أشياء خاصة، فما حد له حق أن يجبر أحد على شيء، لا الأب ولا الأم ولا غيرهم. لكن إحنا نقول البنت أنها تتلطف مع أبوها في يعني عدم قبول شيء معين، ما يصير عناد ومكابر قدر الاستطاعة. إذا كان الأب متعسف وقد يضرني، هذا موضوع ثاني، لا تعامل خاص حسب الحالة. لكن إحنا نقول بالشكل العام هذه الأشياء الخاصة في الإنسان واختياراته، ما حد لحق أنه يجبر الإنسان عليها. باختصار، الرقية رب العالمين جعلها للجميع، يعني ما اشترط أنه عشان واحد يرقي لازم يكون عنده شهادة ودكتوراه. أي إنسان مسلم القرآن موجود عنده يقدر يرقي نفسه يرقي غيره. والرقية عبارة عن قراءة، أنك تقرأ أنت القرآن والأذكار على نفسك وعلى غيرك، مو محتاجة تخصص يعني، مو محتاجة شهادة معينة. في بعض الحالات اللي الإنسان يحس أنها صعبة ويحتاج إلى متخصص، ما يمنع أن يروح لإنسان ثقة يفهم فيها الأمور على منهج صح ومعتقد صحيح، يقول له شنو اللي فيه أو أنه يرقي ويحاول كثر ما يقدر الإنسان. يعني إذا المرأة تتجنب أن تكون عند رجل، إذا اضطرت يعني مثل ما تروح حق طبيب بستر كامل، تبتعد عن المحاذير الشرعية قدر الاستطاعة. لكن احنا ابتداء نقول مو مطلوب اني انا اروح حق احد يرقيني، انا اقدر ارقي نفسي وارقي غيري. اذا والله استصعبت علي الامور واحتجت اروح للحاجه. في وقت نهي عن الصلاه وهو ما قبل اذان الظهر بعشر دقائق او ربع ساعه. هذا الوقت اللي النبي عليه الصلاه والسلام اخبرنا تسجر فيه جهنم، وهو احد الاوقات الثلاث المنهي عنها. فنبتعد عن هذا الوقت، هو قبل اذان الظهر بعشر دقائق تقريبا، ان ما نصلي، خلاص طافت باكر ان شاء الله نصليها.